تتواصل التحديات والانطلاقات مستمرة مشاهدين الأعزاء. شوط تلو الآخر وينطلق على البركة شوطنا الثامن في تعداد الشواطي هذا اليوم. هكذا ينطلق هذا الشوط والخاص بالجعدان. نسير مع مشاهدين الأعزاء إلى الصدارة الأولى ونتابع المقدمة والمركز الأول يلي يندفع على الصدارة الأولى. ها هو قماشي لخميس بن مسلم بن سليم الزرعي ليتصدر المشاركين ويندفع على البداية الأولى، بينما الانتقال إلى لطام لراشد بن علي بن عبيد الاكتبي، بينما المركز الثالث يأتينا هنا سماري لهادف بن محمد بن هويدن الاكتبي. أما رابع المراكز يتقدم فيه الحذر محمد بن جابر بن سيب بن بدر العليلي لياتينا على مستوى المركز الرابع. هكذا كبنا النداء للأربعة المراكز الأولى، ولكن نعود إلى الصدارة الأولى، نعود إلى قماشي مع الميتين متر الأخيرة. مشاهدين الأعزاء ها هو شعار أبو عامر اللي يضيف النقطة الثانية على التوالي لهذا الشعار، كما أضاف النقطة الأولى شايم. ليأتينا مشاهدين الأعزاء قماشي ويضيف النقطة الثانية. أو سلام يا جعلان سلام على هذا الفوز الذي قدم قماشي. تهانينا لخميس بن مسلم بن سليم الزرعي المركز الثاني اللي احتل مشاهدين الأعزاء المركز الثاني اللي اتانا من خلال المنافسة على ما اعتقد سماري لهادف بن محمد بن هويد الاكتبي. المركز الثالث اللي احتل مشاهدين الاعزاء في المركز الثالث نحيل الاعضاء لجنة خط النهاية. هكذا مشاهدين الاعزاء نعود بالتهنية والناموس الى مالك قماشي. التوقيت الزمني 2:16 65 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس إلى خميس بن مسلم مسليم الزرعي على فوزه وتسجيله للنقطة الثانية من خلال مشاركته المتميزة والجميلة التي تحمل إشارة الامتياز في هذا الصباح. تهانينا والناموس.